بزاف دابا حاولوا تضربوا معايا باش نهد. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كنت بديت التدخل قبيلتي نحاول نعاود بعض العبار والمعاني كصوت الأ من اجل ظهور واحد العرض في ديال في اكثر الفكره ونخرجوا في الاخير معاه ما نتوش. كما قلت بسم الله الرحمن الرحيم، لما اسس باغين باول سنة 1907 الحركة الكشفية لم يؤسسها في المغرب لثلاث منظمات فقط، وقال في المغرب سيمثل الحركة الكشفية فقط الكشاف المغربي والكشافة والمرشدات والكشفية الحسنية، واحتكار الشأن الكشفي فقط في ثلاثة. ما قاله آنذاك، بل إن باغين باول لما أسس هذه الحركة الكشفية التربوية أراد أن يصلح شباب العالم، أراد أن يصلح شباب رجال الغد، أراد أن يصلح العالم مدينة أو قرية واحدة يسودها السلام، الإخاء، التعاون وجميع القيم والأخلاق التي نحاول أن نمارسها بالطريقة الكشفية بجميع عناصرها. اليوم نحتج ونقول كفى، كفى لهذا العبث. لمدة سنوات طوال وثلاث منظمات فقط يحتكرون الحركة الكشفية، يستفيدون من امتيازات كانت موجهة للشباب الكشفي، للشباب الكشفي المغربي، لكن مع الأسف هذه الأموال الطائلة أموال الشعب لم توجه إلى الفئة المستهدفة، بل إن تمثيل الحركة، تمثيل الشباب المغربي، الشباب الكشفي المغربي كان فقط في أسماء لها قرابة عائلية أو قرابة من نوع ما، وتم إقصاء الشعب والشباب المغربي من مقدراته وامتيازاته ومن حقوقه. لهذا نقول اليوم أن جمعية كشافة المغرب ستقف بالمرصاد لهذه الجامعة التي لا تمثل الشباب المغربي، شباب الكشف المغربي الحقيقي. إننا اليوم لا نريد أن نقصيهم، لا نقول أن هؤلاء ليس لهم الحق في أن يكونوا كشافة ولهم انتماء للكشفية، بل نقول أن الجميع بدون استثناء من الجمعيات الكشفية المغربية يجب أن تكون في جسد واحد، فلا يعقل أن يمثل هؤلاء فقط الكشافة المغربي. كشاف يريد دخول الجامعة، كشاف يريد دخول الجامعة، كشاف يريد من هنا من التدريب الوزاري التحضيري والتكويني والمديري لجمعية كشافة المغرب، نقول لا، سوف نحتج، سوف نرافع، سوف ندافع على حقنا. كفى، كفى للتسلط، كفى للإقصاء. نحن اليوم لنا حق يجب أن نسترجع، لنا برنامجنا في النضال، لنا برنامجنا خططناه للنضال، لن نقف بعد اليوم مكسوف الأيدي. Yeah.
ديننا، في ديننا، في ديننا، في ديننا.